اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين، وهذه السهره الممتعه مع النجم محمد مجدي قفشه. جبنا كل حاجه ولا في حاجه؟ يعني ايه المشكله؟ ليه ما بتتفرجش على الفيديو بقى؟ ما عشان مش عارف قلتها ازاي. علي معلول استغرب. ها لا علي لقيته باصص لي كده. انا لحد دلوقتي ساعات بنتكلم فيها انا وعلي ونفضل نضحك. لا والله والله. ما طبعا يا رهيبه. خلينا اسالك يا قفشه عن القادم بالنسبه لك، لانه في تحديات كثيره جدا موجوده في النادي الاهلي. عندك دوري، عندك افريقيا، عندك بطولات محليه، عندك بطوله التحدي، وبالتالي طول الوقت في ضغط. بس الدوري العام نظامه لما اتغير اعتقد ريحكوا شويه. طبعا بتبص للدوري العام ازاي السنه دي؟ بعض يقول لك بقى خلاص بقى خدناه سنتين، ريح سنه وافريقيا يا عم، ايه المشكله؟ عندنا 12 مش لازم يبقوا 13 وهكذا. بتفكروا ازاي وانت بتفكر ازاي؟ لا مفيش الكلام ده عندنا كابتن. احنا خلاص احنا السنه اللي فاتت خلصت اصلا، يعني اقرب بطولتين خدناهم احنا نسينا خلاص. يعني بقينا بنتفكر ان احنا عندنا دوري وبنلعب في افريقيا. حضرتك عارف كمان احنا بنلعب، يعني لعبنا دوري افريقيا بعد كده دوري مظبوط. بعد كده افريقيا. فالحته دي بتصعب الدنيا شويه، انك شويه افريقيا. فاحنا عندنا نعم. في النادي بنلعب كل ماتش بماتش، يعني لان احنا عندنا بطولات كتير واحنا عارفين ده. وهو دي مشكله اللعيب اللي يلعب في النادي الاهلي، صحيح. لازم تبقى عامل حسابك على كده، لازم تعرف ان في ضغط، لازم تبقى قد المسؤوليه في الحاجات دي كلها. نقطتين اللي ضاعوا قدام الاتحاد بيديكوا حافز انه ما يضيعش النقط الثانيه، عشان الدوري السنه دي دايما بالظبط بقول متكلفت بالظبط سريع. كده. الدوري سريع. وطبعا نقطتين لان احنا كنا عملنا اللي علينا وفي الماتش كنا كويسين ده جدا، صحيح. لكن خلاص ما حصلش نصيب، لكن ننساهم وعندنا ماتش نركز فيه اللي بعد كده. يعني قبل ما اخد التليفون المهم ده، مصطفى زكي بعد بيقول لك اعلى فتره وصلت فيها مستوى في حياتك. هو كان معانا يا جماعه، معلش والله الناس اللي ما دخلتش حقكم علينا، لانه في يعني شويه العدد كبير اولا ومشاكل في التقنيه، فحقكم عليكم علينا هنظبطها ان شاء الله. بيقول لك اكتر فتره وصلت فيها مستوى، يعني انا دايما اعلى مركز فورمه. ودايما يعني دايما بأدي، حتى ممكن ما اجيبش جون او اسيست، لكن دايما بحاول اساعد الفرقه يعني. لكن من اعلى الفترات يعني كانت مع موسيماني ومستر كولر. موسيماني ومستر كولر. طيب تعال نروح بقى، قول الو. الو الو انا دايما بعمل اختبار ايه؟ وقدامك 20 ثانيه. انا عايز اسمع مين قول تاني كده. عرفني من صوتي. دايما اشرف. ايمن اشرف تكسب 5 جنيه. ازيك يا ايمن؟ ازيك يا كابتن شوبير؟ ازي حضرتك؟ وحشنا جدا، طمنا عليك. ربنا يخليك. الحمد لله كله بخير. بمتع على حضرتك وعلى الساده المشاهدين، وطبعا قفشه نجم النجوم. حبيبي ايمن، العلاقه بينك وبين ايمن علاقه خاصه قفشه. ده ايمن اخوك الكبير، من اطيب الناس. يا لهوي ده نضيف وطيب وجدع وراجل بصراحه. انا بحب ايمن جدا. لسه متواصلين؟ على طول. على طول على طول. انا وياسر وايمن دايما بنتكلم فيديوهات، وعلى طول بنكلم والله بعض واحنا مسافرين والحاجات دي كلها على طول. يا لهوي. بنتقابل كمان يا كابتن شوبير. يعني ايه يا جد؟ ايه يا ايمن؟ بنتقابل كمان يعني. ده 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 جميل. ده جميل. ايمن احكي لي لحظه القاضيه. لا يعني لحظه القاضيه ديت وصف يعني الواحد شعوره عمره ما هيجي، يعني الكلام عمره ما يوصف الشعور يا كابتن شوبير. نعم. لان احلى لحظه في حياتنا كلنا في تاريخنا في الكوره عموما. نعم. يعني شعور لا يوصف صراحه. الموضوع الفرحه لان كانت اول بطوله لنا في افريقيا. نرفع الكاس بتاع افريقيا. كانت هي البطوله دي. وكان طموحنا وفكرنا الفتره اللي قبليها كان كل حلمنا ان احنا نرفع الكاس، لان الجيل ده ما كانش كان لسه رفع الكاس. فكانت من طبعا الفرحه، وكانت الفرحه فرحتين كمان لما يكون قدام المنافس بتاعك. فلا يعني شعور لا يوصف بصراحه. وانت رايح على قفشه بعد الهدف قلت له ايه؟ لا انا كنت من كتر الفرحه، فرحه هستيريه طبعا. ايمن بيضرب بس. لكن ايمن بيضرب. ايوه. لكن لا يعني كان بعد ما فرحنا شويه كده انا وكذا حد في الفريق قلنا نركز العشر دقائق اللي فاضله، لان صح دي مهمه جدا يعني. آه الفرحه دي كانت ممكن تضيع، لكن في
في لحظات كده لازم الواحد بيبقى واخد باله منها، لان عشان الفرحه دي ما تضيعش. يعني اتغيرت طريقه اللعب من زور رامي مكان قفشه وبقيتوا ثلاثه ورا، صح كده؟ صح كده. كانت تعليمات موسيماني ايه بقى في الوقت ده؟ ان احنا اهم حاجه ما يجيش فينا جون يعني. فاضل 10 دقايق تقريبا. المهم اهم حاجه ما يجيش فينا جون. وان كمان قبل الماتش يعني المحاضره اللي احنا قعدنا فيها مع بعض كلاعيبه قبل الماتش، لما السولية قال يا جماعه انا لعبت نهائيين ورا بعض وعيطت فيهم، انا عايز اعيط في الماتش دوت فرح، يعني ان انا اعيط من الفرح يعني مش اعيط من الحزن. فالحاجات دي كلها كانت بتبقى جوانا كلعيبه كلها بتفرق. طبعا بتفرق طبعا. ان احنا نفرح بعض ونفرح جمهور النادي الاهلي اللي معاش الفرحه صحيح. دي من 7 سنين قبليها يعني. قفشه بالتاكيد كنت تطمن لايمن، سيرد باك شغال، باك ليفت شغال، عنده كم من الرجوله ملوش حدود في الملعب يعني. ايمن اشرف اعتقد انه كان بيمثل لك صمام امان في الملعب. لا ايمن يعني بعيد عن ان هو مساك كبير والكلام ده كله، ايمن اصلا انا بحب طريقه لعبه لان انا دايما بميل للمساك الاشول. علشان انا يبقى عندي الحتتين بيلعبوا لي شمال او يمين، لكن لو الاثنين بيمين في مساك العكس ما بيعرفش يلعبها شويه. يعني ما يعرفش يبصيلي انا كلاعب 10 يعني. فلما يبقى واحد اشول واحد يمين انا بستلم من الاثنين، فدي بتبقى ميزه ليا يعني. لكن ايمن بالنسبه لي هو ياسر ابراهيم لعبه احسن ماتش في حياتي شفت لهم الاثنين كانوا هايلين. احسن ماتش شفته لايمن وياسر كان ماتش نهائي القاره، كانوا رجاله يعني بصراحه. ايمن كان هو وياسر عاملين ماتش للماتش العمر بصراحه. صحيح. يعني شالونا كتير جدا مع هاني وعلي، لكن ايمن وياسر بالذات في الماتش ده كانوا عاملين ماتش كبير جدا. انت عايزين انت صاحب الليله كلها. لا يا حبيبي كلنا صاحب الليله كلكم والله اصحاب الليله كلنا يعني. والله دي الجمال والحلو، ايمن مع علي معلول ومع قفشه، وربنا يديم يا رب الفرحه والمحبه، ونشوفك قريب في الملعب يا ايمن ان شاء الله قريب باذن الله. ان شاء الله. بشكرك يا ايمن شكرا جزيلا. اكتر حاجه عجباني فيكو ان انتوا اصحاب، وانه روح النادي الاهلي بقت هي اللي غالبه عليكم، وانه حتى لو حد مشي ما بتحسسوهوش انه بقى بره النادي، انتوا كلكم اسره واحده مع بعض ما بتسيبوش بعض. مهم ده يا كابتن، مهم ان يبقى في صداقه مع بعض وفي صحوبيه ولو في موقف حد فيه بره النادي نبقى واقفين مع بعض فيه يعني، سواء لا قدر الله حزن او فرح لازم نبقى واقفين مع بعض. التواصل ده دايما بيبقى مهم. نعم. يعني دايما مهم بالذات لو في موقف مش حلو لازم تبقى متواصل مع زمايلك. انا دايما بفضل لو زميلك في موقف مش حلو انك تبقى قريب منه يعني. بتزعل لما بيقولوا ان الملعب ما يستحملش قفشه وامام مع بعض؟ اراء انت شايف انت انا شايف إيه؟ ان الاراء دي مش صح. طبعا. دي وجهه نظري يعني، شايفها مش صح. ما حدش يقول كده يا جماعه بنلعب كوره يا جماعه، الكوره دي للمتعه فيها حاجات، كل مباراه لها تكتيك هي حسب المدرب، لكن انا بتكلم على الناس اللي بتقول. لا طبعا احسن فرق في العالم بتلعب 4-3-3 والفرق كلها بتبقى لعيبه كوره وبيبقى في لعيبه بتدافع 50-50 ولعيبه بتدافع 30 ولعيبه بتدافع 70%، فهي بتبقى عوامل كل واحد بيساعد الثاني. نعم. يعني الفرقه جماعيه، فال11 كل واحد عنده حاجه فبيكمل زميله، وانت في الاخر بتطلع الفرقه كلها واحد بس. لكن انا مش شايف ان ده ما ينفعش. مش عادي. وجهه نظر غلط طبعا. اظن حصلت في ماتش سيراميكا ولعبت عملت. لا لعبنا ماتشات كتير. عملت لا اخر حاجه كانت قريبه اظن سيراميكا. كان ماتش سيراميكا بتاع الكاس بس امام لعب ساعتها هاف ليفت، ما لعبش في نص الملعب. في ماتش هنا عملته انت سيراميكا اللي انا نزلت فيه بين الشوطين اللي كنا كسبنا فيه 5. عاملين لك مفاجاه تحب تشوفها؟ اتفضل يا جماعه. يلا ورونا كده هنا. مين ده بقى؟ ده لوكا. بص بقى تاني. هو بيعمل اي حاجه بعملها يعملها والله. والله يعني اول ما اروح البيت اجيب جون اقول له لوكا بابا بيعمل ايه؟ يقول لي سي، يروح عامل كده على طول. جميل ربنا يخليه لك يا رب. دايما بيقعد يتفرج عليك؟ لا لا على طول. دايما بيقلدك؟ لا مراتي على طول بتخليه يشوف كل حاجه. حياتك. هو كمان انا حاسه معرفش الله اعلم عايز يلعب كوره يعني. دايما انا حسيت مصطفى من سن 3 سنين او 4 سنين. اصل هو عنده سنتين فانا مستغرب. بس ما انا حسيت مصطفى بعدين حاسه يعني عنده حاجه يعني بيبصيلي ويشوط. مصطفى كان بترمي على الرخام والبلاط والسيراميك وكنا بنتخض لانه الولد كان الله. والله العظيم والله ما هو ده اللي انا مستغربه يعني. لا هو خلاص الجينات بتظهر من بدري. بس يا رب يطلع نص ابوه يعني. اصل انت عايزه يبقى احسن من ابوه ان شاء الله طبعا. الف مره يعني.
انا الحقيقه يعني فرحان جدا انك كنت معايا، وفرحان ان انا بقدم الجانب الجميل في حياه محمد مجدي قفشه. الجانب الكروي موجود واتكلمنا عليه، والجانب يعني المهاري موجود وكل حاجه، لكنه هم بيقولوا لي فيها اسئله سوشيال تانية هاخدها حاضر، بس الجانب الانساني يا قفشه انا اعتقد ده اللي بيدوم، وخاصه انك يعني اصبحت لك ذكرى خالده تستمتع بيها في حياتك، وربنا يديلك يا رب طول العمر، واستمتع بها ابنائك واحفادك يا رب ان شاء الله. يا رب. لا يا كابتن طبعا انا مبسوط ان مع حضرتك، يعني اتشرف ليا ان انا اطلع مع حضرتك وفي يوم زي ده ونحتفل، ده حاجه كبيره طبعا. بس انا مبسوط طبعا وانا مع حضرتك دايما، يعني انت عارف مع حضرتك دايما، مع تواصل دايما مع حضرتك على طول طبعا. وانا يعني بحب حضرتك من زمان والله، ربنا اللي يعلمك. احنا اللي بنحبك، ده شرف ليا والله يا كابتن. عايز نختم، انتم جاهزين يا جماعه ناخد السوشيال وبعدين هنختم برسائل توجهها للبعض، معلش عشان رسائل كثيره جدا النهارده. يلا محمد شعبان، تحياتي قائد الاعلام الرياضي بالوطن العربي، كل الشكر الأدفوش لانه نجدنا من العذاب المرير، وسؤالي ان شاء الله تحب بعد الاعتزال تعمل بالتدريب ان شاء الله مدرب؟ عسى ان شاء الله. طيب مين المدربين بتحبه؟ جوارديولا. جوارديولا تمام. اللي بعد مصطفى حفني، السلام عليكم كابتن شوبير، تحياتي لحضرتك وتحياتي الملك القاضي، انا بسببك ماشي لحد دلوقتي رافع راسي قدام كل المنافسين، الله يبارك لك يا صاحب القضية. هي اكتر من هي كلها تحيات وتمنيات، ودي حاجه يعني حاجه محترمه. راقي، مساء الورد عليك يا كابتن شوبير وعلى نجمنا المحبوب دايما كابتن قفشه. سؤال بسيط للنجم، اهم واغلى ثلاث اهداف في مسيرتك مع الاهلي لحد دلوقتي؟ كنا بنعمل حاجه حلوه هنا بس الاخوه في الاعداد والاخراج نسيوها، كنا بنقول اهم خمس اهداف في مسيره النجم، بس مش عارف انا سرحت شويه فهم سرحوا معايا. اهم واغلى ثلاث اهداف في مسيرتك مع الاهلي لحد دلوقتي، ان شاء الله يكون عندك اضعافهم في القادم. ثلاث اهداف، اهم ثلاث اهداف في مسيره الزمالك القاضيه ممكن، القاضيه ممكن، الزمالك الكاس، الزمالك بالترتيب كده. الزمالك الكاس وكايزر تشيف وكايزر تشيفز. في جوان تاني حلوه بس انا دول بحبهم، بس دول يعني اهم ثلاث اهداف يستاهلوا. طيب اللي بعد اهلاوي الفيلم ده صعيدي، دخلت صلاح ولا مين؟ لا انا مش شايف كويس. طيب ما علينا، تحياتي للكابتن شوبير وتحياتي للبطل محمد مجدي قفش. خالد الصاوي زي ما انا قلت، خالد الصاوي ولا خالد الصاوي؟ طبعا ده حبيبي خالد الصاوي. تحياتي للبطل محمد مجدي قفشه في ذكرى احنا مصر 27 نوفمبر القضيه ممكن 85 45. بص الجماهير الاهلاويه دي لا متعه لا يا كابتن، هم مجانين كوره، هم مجانين كوره. لا 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 بيعشقوا النادي طبعا، بيعشقوا النادي طبعا. اللي بعد سيد جابر، القضيه ممكن زي كابتن شوبير يا حارس الاهلي بجد، قفشه بنحبك عشان ربنا جعلك سبب انك ترحمنا من صدع السنين. قفشه انت قلت زمان ابو تريكه رجع تاني، وصدقت فعلا فعلا، قلنا له هذا الكلام. يلا طاهر، اسبوع العيد عند الاهلاويه، انا كموظف حكومي اهلاوي بطالب اليوم ده يبقى اجازه رسميه. اهلا مسا عليك كابتن شوبير وعليك كابتن قفشه. هو مش السؤال يا امنيه، انا عايز كاس انتر كونتيننتال يا كابتن قفشه من الريال، لان لينا عندهم طار كبير واحنا اهلاويه ما بنسيبش طارنا. يا رب نتمنى ده، احنا نفسنا برضه والله بس نكسب الاولاني يا رب. بالظبط عندنا ماتش الاول ان شاء الله، عشان كده مش قادرين نتكلم على الريال قوي يعني. بالظبط. غريب، انت يا ناظر الاعلام ظهرت نجومنا على قناه نادينا العظيم من تاني، ولقاءات غايه في الروعه والجمال. سؤال لصاحب القضيه، هل بعد القضيه مش نفسك في نهائي كاس الانتر كونتيننتال وانك طبعا تقابل الريال؟ اكيد طبعا طبعا، اي حد نفسه يلعب ريال مدريد. هل ستنتهي مسيرتك بعد سنوات طوال ان شاء الله داخل نادينا العظيم؟ اتمنى ذلك. اتمنى ان شاء الله، كلنا بنتمنى كده يعني. طيب دي كل الاسئله، انا عايزك تبعت بعضا من الرسائل، اختار شخصيتين انت تبعت لهم رسائل وانا هقول لك على شخصيتين او ثلاث شخصيات تبعت لهم رسائل. اختار انت الاول شخصيتين. كابتن ايهاب جلال. كابتن ايهاب جلال، ربنا يرحمه يا رب عليه رحمه الله، وانت انا هفضل طول عمري فاكرك. نعم. علشان انت واحد من الناس اللي اثرت فيها شخصيا. نعم. وانت اكتر شخصيه انا اتعاملت معاها في حياتي محترم ايهاب جلال طبعا. طيب دي الشخصيه الاولى. الشخصيه الثانيه كابتن ادم السحدار الله يرحمه. الله يا اخي انت هتوجع قلبنا على الاخر ده، الناس دي ليها فضل عليا يا كابتن. ادهم كمان طبعا، انا اتمرنت مع كابتن ادم سنتين في انبي
والله واحد من الشخصيات النضيفه جدا. يعني انا فاكر له جمله دايما كان يجي يهزر معايا يقولها لي لما كنت اهزر معاه يضحك يقول لي ارجع بالزمن دقيقه كاني ما قلتش حاجه. والله العظيم انا دايما بقولها لاصحابي بهزر عشان افتكروا بيها. ده جميل. يعني ربنا يرحمه. طيب انا هقول لك وجه ثلاث رسائل. طب خليني اختار كمان واحد. ثلاثه اختار عشان انا الثلاثه دول بالنسبه لي احمد رفعت الله يرحمه. الله عليك يا اخي. عشان الثلاثه دول كانوا قريبين مني جدا انا كنت بحبهم جدا. كنت مع رفعت قبل وفاته؟ كابتن انا ورفعت في معسكر في البطوله العربيه كنا قاعدين شهر مع بعض. كنا قاعدين ضحك وهزار وانا قاعد بالبيجامه هو يفضل يتريق عليا ونضحك ونهزر بعد الازمه. ما ربنا منع عليه شويه اللي خف فيهم. كنت قريب لا ما عرفناش لا كنت بطمن عليه دايما وبتواصل بس ما عرفناش حد يشوفه خالص لان هو كان بيقفلوا عليه اكتر يعني. لا رحت زرته في المستشفى. لا حضرتك رحت المستشفى. انا بتكلم لما رجع كمان ما عرفناش. رحنا المستشفى ربنا يرحمه يا رب مصطفى وقعدنا شويه وكان يوميها الازمه كانت والدته زعلانه جدا الازمه انه كان سياده الوزير اتصور معاه وعايز يطمن الناس فحصلت ازمه ساعتها. عايز تقول ايه لاحمد رفعت الله يرحمه؟ ربنا يرحمه. انا عايز اقول له انت وحشني وعمري ما هنساك يا عميد. ربنا يرحمه يا رب. عميد هو كان دايما يحبني اقول له يا عميد. انا وعماد السيد في انبي كنا بنقولوش غير يا عميد. والله العظيم. والله ربنا يرحمه. ربنا يرحم الثلاثه يا رب. طيب انا هختار لك رسائل غريبه شويه وهختم برساله عاديه. لو هتبعت رساله لامام عاشور تقول له ايه؟ كمل في حياتك وركز في شغلك بس ومالكش دعوه بحد. ومالكش دعوه بحد. لو هتبعت رساله لكولر تقول له ايه؟ مش عارف. قول له عايز العب اساسي. لا ما تزعلش في حاجه يعني. قول له عايز العب اساسي على طول. دي بتاعته هو. لا اتمنى له التوفيق معانا واتمنى اللي هو يحقق انجازات اكتر من اللي هو حققها يعني. طيب رساله الكهرباء. ربنا يكرمه دايما. هو عارف انا بحبه ازاي وعارف ان انا دايما في ظهره. وربنا يشفي له والدته عشان هي النهارده انا كنت متواصل معاها وهي بتعمل عمليه يعني. فربنا يشفيها يا رب ويعافيها. اكيد هنختم برساله لجمهور النادي الاهلي. احنا من غير جمهور النادي الاهلي ولا حاجه. فانتوا سند وانتوا الظهر لينا كلنا كلعيبه يعني. فاوعوا تتخلوا عننا. خليتوا دايما في ظهرنا. هو ممكن الجمهور يتخلى عنكم؟ لا 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 مستحيل. بس انا يعني عايزهم دايما معانا. انا مبسوط جدا ان انا كنت معاك النهارده او ان انت كنت معايا او ان احنا كنا مع بعض. انت ليك معزه اصلا. انا خليك كل الاهلي اللي معزه عندي بس في ناس بيبقوا مقربين شويه وانت عارف ان انت من الناس دي. انا خليك يا كابتن احمد. وفرحان انه احنا دايما بنعرف نقدم قفشه بالشكل اللي هو فيه. الواد اللي على طبليت ابوه زي ما بيقولوا. الواد اللي بيوفي وبر بامه وباخواته. الواد الراجل اللي بيحب بيته وزوجته وابنه. ربنا يرزقك كمان بذريه صالحه. واتمنى لك يا قفشه كل توفيق. انت اسعدت الجماهير الاهلاويه عبر كل هذه السنين بهذا الهدف العظيم اللي هنختم بيه تاني. وفرحتنا وعيشتنا ايام وليالي جميله وهنعيش عليها كمان كتير. ويا رب نكون عرفنا نقدم لك جزء من حب الناس ليك يا قفشه. شكرا يا كابتن احمد. بشكر حضرتك جدا. يعني شرف ليا مره ثانيه ان اطلع مع حضرتك وانا بحب حضرتك جدا. وبشكر جماهير النادي الاهلي وبتمنى لهم التوفيق ويا رب دايما يبقوا معانا. وانا مبسوط ان انا في الحلقه النهارده وفي يوم مهم ويوم عيد ميلادي زي ما قلت. خلاص بدأنا عيد ميلادك يا حبيبي نغير. فان شاء الله الفتره الجايه ربنا يكرمنا ومركزين في بطولاتنا وفي ماتشاتنا. وبشكر اهلي وبشكر كل اخواتي واصحابي وكل الناس اللي بتقف معايا دايما يعني. القضيه ممكن دايما مع الاهلي والقضيه ممكن دايما مع محمد مجدي قفشه. عايزين حاجه؟ السلام عليكم. كره بالراس. القضيه ممكن. القضيه ممكن.